وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، له الحمد كله، أوله وآخره، ظاهره وباطنه، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه نرجع، له الحمد كما يرضيه، لا أحصي ثناء عليه وكما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة أرجو بها النجاة من النار، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صفيه وخليله، بعثه الله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا، أرسله الله بالدين الحق والعمل الصالح ليظهره على الدين كله، بلغ البلاغ المبين ونصح النصح الكريم، ولم يجعل شيئا من الحق إلا وقد بينه، ولا شيئا من الشر إلا حذر منه، حتى ترك الناس على محجة بيضاء، سبيل وطريق واضح جلي لا يزيغ عنه إلا هالك. فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم أحكام. هذه الحلقة سنتناول فيها شيئا مما يتصل بمقاصد الحج والعمرة، مقاصد المجيء إلى هذا البيت المبارك العظيم، وهو شهود منافع، كما قال الله تعالى: ليشهدوا وليشهدوا منافع لهم. فهذا الشهود لهذه المنافع ما معناه وما هي؟ كل ذلك إشارة إلى شيء من مقاصد الحج والعمرة، ومقاصد العبادات لها أثر كبير في تحقيق المقصود الشرعي. لذلك من المهم في كل عبادة أن يبحث المؤمن عن مقصود هذه العبادة، ما المراد، ما الحكمة من مشروعيتها، ما السر في طلب الله عز وجل وأمره بها. ذاك مما يعين العبد على تحصيل مصالح تلك العبادة. كل هذا سنتناوله إن شاء الله تعالى بالتفصيل والإسهاب بعد أن نتحدث مع أخينا، أو نسمع للشيخ عبد العزيز الزهراني الذي يشاركنا في هذه الحلقات بتلاوته الطيبة المباركة، نستمع إليه شيئا من ما يتعلق بهذا الموضوع في كتاب الله عز وجل. أهلا وسهلا الشيخ عبد العزيز، حياكم الله، تفضل يا أخي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. اللهم لا تحرمنا فضلك ومن علينا بقصد بيتك الحرام، واجعلنا من الفائزين فيه بالفضل والأجر العظيم الكبير يا رب العالمين. اللهم صل على محمد.
جزاك الله خيرا وبارك فيك. هذه الآيات الكريمات ذكر الله تعالى فيها قصة ندب الناس إلى المجيء إلى هذه البقعة المباركة. يقول الله تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. وهذا بيان أن هذا البيت منصوب لتحقيق التوحيد. أمر الله إبراهيم خليله إمام الموحدين صاحب الملة الحنيفية، أمره بأن يعمر هذا البيت وأن يطهره لعباد الله عز وجل القائمين بطاعته، كما قال جل وعلا: وإذ بوأنا مكان لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. ثم قال جل وعلا: وأذن في الناس بالحج. بعد هذه التهيئة وذلك الإعداد وبيان أن المجيء إلى أن هذه البقعة مطهرة معدة مجهزة لكل من يحقق العبودية لله وحده لا شريك له، يعبد الله لا يرجو سواه، ذكر جل في علاه نداء إبراهيم هذه الأمة أن تأتي إلى هذا البيت الكريم. وأذن في الناس بالحج، في الناس كلهم عربهم وعجمهم في زمانك وبعد هذا الزمان، لأن هذا النداء استمر والناس يجيبون إلى هذا اليوم، إلى هذه اللحظة يجيبون ذاك النداء الذي قبل تلك القرون الخالية والسنوات الماضية. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وأذن في الناس بالحج. جاءت البشارة أن هذا الأذان سيلقى جوابا: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أي على أقدامهم وعلى كل ضامر، يعني على كل دابة هيئت وأعدت لهذه الرحلة بمسافاتها القريبة والبعيدة، وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق، أي من كل فج بعيد، من كل مسلك سحيق، من كل مكان مهما بعد وغرب عن مكة سيأتي قوم إلى هذه البقعة من تلك الأماكن. وهذا هو المشاهد، يأتينا من كل فج عميق. ذلك الزمان كانوا يأتون على الرواحل وعلى أنواع الدواب، واليوم يأتون من كل جهة برا وبحرا وجوا في أيام معدودات ولحظات قريبات يجتمع هذا العدد الكبير والخلق الكثير بألسنتهم المتفاوتة وألوانهم المختلفة وأجناسهم المتعددة ومقاصد ووصولهم وأعراقهم أشياء المتنوعة، كل هؤلاء يجتمعون في مكان واحد ولعمل واحد يعمله هؤلاء جميعا. يقول الله جل وعلا: يأتينا من كل فج عميق، ثم ذكر المقاصد لماذا يأتي هؤلاء، لماذا شرع الله تعالى ذلك؟ ليشهدوا منافع لهم، ليشهدوا. الشهادة تقتضي حضور الشيء، فالإنسان لا يشهد على شيء غائب إنما يشهد على شيء حاضر، ليشهدوا منافع لهم. وهذا فيه إشارة إلى مصالح قريبة يدركها من يأتي إلى هذه البقعة المباركة، مصالح عظيمة وخيرات كثيرة يفوز بها من يأتي إلى هذه البقعة المباركة. وهنا قدم الله عز وجل المصالح المتصلة بالخلق والمنافع المتصلة بالخلق قبل أن يذكر ما يتصل بتحقيق العبودية، لأن النفوس مجبولة على محبة المصلحة العاجلة والمنفعة الحاضرة. لذلك قال: ليشهدوا منافع لهم، ولم يذكر الله عز وجل ما هي هذه المنافع، ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله في تعيينها. وكل ما ذكروه من المنافع مندرج في قوله تعالى: ليشهدوا منافع لهم، فإن الله لم يحدد نوعا من المنافع، لم يقل المنافع الأخروية، المنافع التي في رفع الأجور وحط الآثام والأوزار،
بل قال ليشهدوا منافع لهم. والشهود يقتضي حصول هذا. من ذلك على سبيل المثال من المنافع ما يتعلق بالمكاسب الدنيوية والمصالح الحاضرة من تجارات، من معارف، من التقاء، من ارتحال وتنقل، كل هذه مصالح يدركها الناس ويشهدونها، يتعرف فيه الناس بعضهم على بعض، ويلقى فيه الأجناس على اختلافها وتنوعها. كل هذا من المنافع، سواء كان هذا بتجارة، لأنه ليس كل الحجاج يأتون بتجارات، فلا يخص هذا ببعضهم، بل المنافع تشملهم جميعا. هذا جانب من المنافع، وهو ما يتعلق بأمر الدنيا، يشمل كل ما يتصل بالمنافع الدنيوية العائدة على الناس في مكاسبهم، في معارفهم ومشاهداتهم. هناك منافع أخرى، وهي ما يدركه من قصد هذه البقعة المباركة من رقة القلب وصلاحه وزيادة الإيمان والتزود بالتقوى، فإن ذلك من أعظم المنافع التي يشهدها هؤلاء. ولذلك حجاج بيت الله الذين يأتون يجدون في قلوبهم رقة، يجدون في قلوبهم نشاطا على الطاعة، إقبالا على الله، هذا هو السمة العامة، لا سيما أولئك الذين جاءوا قاصدين فضل الله عز وجل، طالبين ثوابه وأجره، إنهم يدركون ذلك جليا واضحا. وهذا من منافع التي من منافع الدنيا والآخرة التي يشهدها الجاؤون إلى هذه البقعة المباركة، ليشهدوا منافع. يشمل أيضا منافع مؤجلة، فإنها منافع عظمى وكبرى لا يفوز بها إلا من صدق الله عز وجل في قصده لهذه البقعة المباركة. إن أعظم المنافع التي يشهدها هؤلاء بمجيئهم إلى هذه البقعة ما يستفيدونه من حط الأوزار وتكفير السيئات ومغفرة الزلات ومغفرة الذنوب والخطايا التي أثقلت الكواهل، فإن المجيء إلى هذه البقعة طهرة لأصحابه إذا حافظوا حدود الله، حافظوا على حدود الله، وراعوا شعائره، وقاموا بما أمروا به. لذلك جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. فضل عظيم وعطاء كبير وإحسان جزيل أن يعود الإنسان بعد هذه الرحلة وهذا المجيء قد حطت خطاياه، كفرت ذنوبه، لم يبقى منها شيء، رجع كيوم ولدته أمه، ليس عليه خطيئة ولا يطالب بسيئة ولن يؤاخذ بذنب. إنه عطاء كريم من الله عز وجل لمن قصد هذا البيت، لكنه مشروط بأن يجتنب الإنسان ما حرمه الله عليه في حجه. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. أي فائدة ومنفعة أعظم من هذه المنفعة؟ إنها أكبر المنافع التي يفوز بها الناس ويرجع بها الحجاج، أن يرجعوا وقد حطت خطاياهم، غفرت ذنوبهم، وإن كانت مثل زبد البحر، فسبحان الذي تتلاشى بجنب مغفرته الذنوب. سبحانه، ما أعظم إحسانه وما أجل عطاءه سبحانه وبحمده. من الفوائد التي ينالها الجائي إلى هذه البقعة المباركة، وهي من المنافع، الفوز بالجنة لمن صدق الله عز وجل في مجيئه، فالحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. أليس هذا من المنافع؟ بلى والله، إنه من أكبر المنافع وأعظمها، أن يعود الإنسان بجنة عرضها السماوات والأرض في أيام معدودات. إنها أيام معدودات، 5 أو 6 أيام،
يرجع بعدها قد حطت خطاياه وفاز بالجنة بسبب الحج المبرور، أليس هذا من المنافع؟ بلى، لذلك قال الله تعالى: ليشهدوا منافع لهم. لهم هذا المجيء لكم، أما الله فهو الغني الحميد. قال جل وعلا: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، تأكيد لهذا المعنى في مواضع عديدة في كلام الله عز وجل، أن المنتفع من الطاعة هو أنت، المنتفع من الصالحات هو نحن، أما الله فالله غني عنا وعن عباداتنا، وإنما شرع لنا ما شرع من الطاعات لتصلح أحوالنا، فهو الرؤوف الرحيم جل في علاه. إذن عندنا الآن جملة من المنافع التي يدركها الإنسان، منافع دنيوية تشمل كل المصالح، ومنافع أخروية أعظمها الفوز بالجنة وحط الخطايا التي بها ينجو من النار. وأما تفصيل هذه المنافع فهي تختلف باختلاف الدنيوية، تختلف باختلاف العصور. فمن المنافع التي تتحقق هو تعارف المسلمين اليوم، اجتماعهم من أقطار الدنيا، هذه المؤتمرات التي تعقد، وهذه اللقاءات التي تحصل، وهذه المناقشات والمحاضرات التي تجري، وهذا الحشد الكبير الذي يجتمع فيه المسلمون، يشعرون أنهم في عمل واحد ولحمة واحدة ومقصد واحد وأفعال واحدة وصورة واحدة، كل هذه مقاصد. ومن المنافع الكبرى هو تعريف الناس بهذا الدين الذي يشاهده ملايين الناس عبر الدنيا، عبر الشاشات التي تنقل هذا الحدث، وفي اجتماع المسلمين عربهم وعجمهم، الأحمر والأبيض، كلهم على صفة واحدة وعلى هيئة واحدة، يستوي فيهم الكبير والصغير، النسيب والشريف وغير ذلك، كلهم على حال واحدة. هذا من المنافع التي يدركها الناس بهذا المجيء، ولكن من المنافع ما هو عائد على الفرد والجماعة. فالمنافع تعود على الفرد وتعود على الجماعة، لكن مما يعود على الفرد وينعكس أيضا على الجماعة ما ذكره الله تعالى في ثاني ما ذكر من مقاصد المجيء إلى هذه البقعة، قال: ويذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فمن مقاصد المجيء إلى البقعة الطواف بالبيت العتيق، البيت القديم، وهو وسمي عتيقا لأنه أول البيوت على هذه الأرض. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات، مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقني وإياكم هذه المنافع، وأن يبلغنا أعلاها، وأن يجعلنا من أوفر الناس نصيبا وحظا منها. وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة من برنامجكم أحكام، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.